اكتر يعني. طيب هنا بتقل، هنبص نلاقي عندنا الليست هي ايه؟ القيمة دي. يبقى هنا ادي بي 0 ده وضع بي 0 بي 1 بي 2 بي 0. عشان انا عندي نتورك، عشان انا عندي نتورك دي دلوقتي القيمة، قيمة في ريفرنس نفسها، ما هو انا بي نود او بي 1 او بي 2 او بي 3 دي بتسمح بمرور، هنا بتسمح بمرور في ريفرنس كامل، هنا بتسمح بمرور نص في ريفرنس. فالتأثير اللي بتكلم عنه تأثير زيادة المقاومات في سكة الفي ريفرنس، تمام؟ فقيم الجهود هنا عمالة تقل النص، تمام؟ ولو مشيت شمال هتلاقيه تزيد الضعف. فالقيم دي أنا بقى بسمح بمرورها عشان تدخل وتتجمع وتأثر عندي في الأوتبوت أو لا، بناء على وضع إيه؟ الباينري سويتش. فده المقصود. فاحنا هنا الانبوت بتاعي هيبقى عباره عن ايه؟ الفي ريفرنس دي كانبوت بتدخل امتى؟ لو في 3 ده في وضع واحد، تمام؟ يبقى ايه؟ نضربها في 3. وفي 1 هتعدي امتى؟ لما يكون في 2 برضه في وضع واحد، لو في 2 في 1. فالفي 1 في 2 في نوت في 3، تمام؟ يبقى اذا بشرط قيم الايه؟ الباينري فاليوز، لان هي اللي بتسمح بوجود الانبوت ولا لا. طبعا لو بي 3 بالمنظر ده يبقى في ريفرنس ما دخلتش معايا كانبوت، تمام؟ ولو كل السويتشز على زيرو يبقى الانبوت بالنسبه لي كام؟ زيرو، صح؟ اكني مدخل هنا جهد زيرو من خلال مقاومه زيرو، يعني مفيش مقاومه خالص في الحاله دي، تمام؟ طيب السكه دي في ايه؟ ار 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 وهكذا. برضه نفس
نفس الكلام نقدر نحللها، وهتلاقي ان المقاومه طبعا هي القيمه البعيده هي اللي بتعاني من ايه؟ من جين اقل، هي بتبقى النقص، والليست برضه بيكون قريب من الاوبريشنال بتاعها. يعني في السكه بتاعت الانفيرتنج اند ديفرنج. ممكن نشوفها مع بعض برضه. نفس القصه، وعندي فيدباك ريزيستور في قيمه 3 واط. بس دي كده ايه السيركت بتاعها. طبعا هنا النودز هيبقى هنا ده الموست سيجنفكت بت، ده الليست سيجنفكت بت، هيبقى ايه عكس هنا، هتبقى عكس هنا. ليه؟ لان هنا انا الجهود عندي جاهزه وانا بسمح بمرورها او لا، فالجهد العالي هنا، فده يبقى ايه الموست، صح كده؟ يعني انا وضع السويتشات دي او الديجيتال فاليوز اللي بتتحكم في السويتشز، مع السويتشز دي هتبقى ايه ترانزستورز، تمام؟ الجهد هنا مين اعلى جهد؟ طبعا هو ده الفي ريفرنس، فبالتالي اللي هيتحكم فيه هو اللي هيديني ويت اعلى، هو مين الموست سيجنفكت بت وده الليست سيجنفكت بت. ولكن هنا بالنسبه لي ده الموست، ليه؟ لان الفاليو نفسها هي اللي ايه؟ هي اللي بتعبر عن القيمه. ده هيبقى تاثيره ضعيف لانه على ما يوصل للاوبريشن امبليفاير هيحصل له ايه؟ اتنويشن، بيعدي على مقاومات كتير في السجن، فده قيمه اقل. ولكن هنا بالنسبه للمقاومه دي مثلا الموست سيجنفكت بت اي فاليو احطها هنا هتعدي على طول على الاوبريشن امبليفاير، يبقى المقاومه بينها وبين الاوب ام قليله، فلما المقاومه تقل يبقى الجين ايه؟ اعلى، صح؟ طب لو حطيتش في ريفرنس، ما هنا الفاليوز دي نفسها بتاخد وضع من اثنين، يا اما 0 يا اما 1 حسب الفولت بتاع اللوجيك 1. يعني انا لو عندي مثلا السويتشز دي وضع السويتشز، بس ممكن دي تتاخد من ديجيتال فاليو على طول، يعني مثلا الخارج بتاع لاتش او ريجستر مسجل فيه قيم باينري، فالقيم الباينري ممكن نسلطها على طول على النتورك، تمام؟ فلو تخيلنا القيم بتاعتي هتبقى عامله كده، هيبقى عندي في مجموعه من الاطراف على الجراوند، والمجموعه الثانيه على الفيرت، أو في اوف 1 ساعات بيقولوا عليها كده، يعني في اوف 1 أو في ريف اللي هو الجهد بتاع لوجيك 1، تمام؟ يبقى إذا الأوضاع بتاعت السويتشز بتاعتي يا إما إيه؟ لوجيك 1 يا لوجيك 0 بالمنظر ده. طبعا دي القيم بقى يبقى ده بي نوت بي 1 بي 2 بي 3، تمام كده؟ لما نيجي نحلل السيركت دي هنلاقي ايه؟ لما نيجي نبص من هنا هنلاقي 2R، توازن مع 2R، تمام؟ بنحللها بقى ازاي؟ بنشوف من وجهة نظر طبعا هنا يا اما هيدخل لي في ريفرنس يا اما جراوند، فبنعملها بالسوبر بوزيشن. السوبر بوزيشن ازاي؟ ان انا بتخيل ان انبوت بشوف تأثير انبوت واحد ولاش تأثير الباقي، تمام؟ يعني بدرس تأثير مثلا الجهد اللي هنا على الاوت، ما هي الدايرة ليني، وبعد كده اجيب تأثير الجهد ده واجمعه، يبقى الاوت هو عبارة عن في اوت نتيجة بي 3 زائد في اوت نتيجة بي 2 زائد في اوت نتيجة بي 1 وهكذا، تمام؟ فلما اجي اعمل السوبر بوزيشن اشتغل يبقى محتاج ايه؟ احلل الدايرة والخصها، يعني مثلا هدرس بي 3 الاول، تمام؟ عايزين نشوف الجهد اللي هحطه هنا هيساهم بمقدار قد ايه في الاول، يبقى في الحاله دي هفرض ان الباقي بكام؟ بزيرو، صح؟ بمبدا السوبر بوزيشن، يبقى هنقول هنا 0 فولت 0 فولت 0 فولت،
وهنا الجهد بتاع اللي هو في اوف 1 تمام. يبقى بالنسبه لبي 3 بي 3 عندي ايه؟ يبقى هنفترض ان الرسمه بتاعتي بالمنظر ده، هيبقى هنا عندي ده هياخد دي ريفرنس مش كده؟ بشوف تأثير ده بس لوحده وبقفل الباقي تمام، بخلي الباقي بصفار وادرس تأثيره على الأرض، بعد كده انتقل للي بعده اخليه هو اللي جوان لوجيك 1 والباقي بصفار. مش هنعمل كده دلوقتي تمام، فالباقي كله بقى نوصله بالجراوند، يعني ده كده برضه نوصل بالجراوند هيبقى عندي الدايركت في ثلاث مقامات. في شويه مقاومات على الشمال صح؟ وفي مقاومه داخله على الاوبريشنال بروفايل اللي هي 2 والفولت بتاعي داخل على النقطه. فاحنا لما نيجي نحلل عايزين نشوف المقاومات دي كلها بتقول لي كام تمام؟ لما نيجي نبص على في الاتجاه ده هيبقى عندي ده على جراوند ده على جراوند 2 ار و2 ار هيلتزم بايه؟ ل ار. لما اجي ابص من هنا هتبقى 2 ار. نفس القسم ده برضه جراوند جراوند يبقى ار. من هنا في 3
ده بالنسبه لبي 3. لما تيجي تشوف بالنسبه لبي 2 ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي برضو عندك هنا 2 ار ناحيه الجرام، يبقى بدايه الرسمه هي هي، ادي 2 ار اهي، و2 ار اللي هو الجزء اللي على الشمال على الجراوند. وبعد كده وانت داخل هنا هتدخل على كام؟ ده هيبقى جراوند بقى، صح؟ هيبقى قيمة بالنسبة لجهد النقطة دي، يعني احنا حسبنا جهد النقطة دي، النقطة دي هي دي على فكرة، دي هي دي، حسبنا جهد النقطة دي. لما تيجي تشوف بقى بالنسبة لبي 2 هتعمل ايه؟ هتديك هنا 2 ار، 2 ار هيديك ار، يبقى الجهد هنا 2 ار وفي 2 ار على الجراوند، مش كده؟ يبقى نص، يبقى الجهد هنا هيبقى نص ده، وبعدين يدخل اكنه بي 3. بص تلاقي الجهد بتاعك نص الجهد بتاع بي 3، وده هيبقى نص ده، وهكذا. في الاخر لما تجمعهم تدي ايه؟ تدي المعادله بتاعتي اللي فيها شبه المعادله اللي تحت دي. ثانية واحدة بس، شوف الدكتور زكي. اللي هنشتغل بالنسبة لك. ما هي التلت دي هي اللي بتدخل على على الاوب امس، فبالتالي هي اللي بتتكبر بقى بالعلاقة ده احنا عارفينها. تمام؟ لأن لو جيت أحلل بدءاً من النقطة دي هشوف الكرنت اللي بيمر هنا، ماليش دعوة حتى لو في هنا مقاومة. ماليش دعوة بالمقاومة دي. اللي هي دعوة بالجهد النقطة دي كام؟ ليه؟ لأن لما بنيجي نحلل الاوب امس، تفتكروا جبنا منين أصلاً علاقة ناقص ار اف على ار؟ كنا بنشوف الكرنت اللي بيمر هنا كام؟ فالكرنت اللي بيمر هنا ملوش علاقة بده. تمام؟ ليه؟ لأن هنا جراوند، وهنا عرفت جهد النقطة دي، أدام عرفت جهد النقطة دي يبقى عرفت الكرنت اللي بيمر هنا كام. الكرنت ده هو اللي بخليه يكمل في الاتجاه وأحسب إيه العلاقة بتاعته. فمجرد ما جبت النود اللي هنا، جبت جهد النود اللي هنا، خلاص علاقة الأول اللي هنا ده انفيرتنج من فوق حب النود. يبقى هي ناقص 3 ار على 2. في اوت بتقسيم 3 هتبقى بتساوي كام؟ قلنا بالنسبه لبي 3 او تعالوا نسميها بي 3، يعني حسب بي 3 لو كانت بزيرو يبقى في 3 بزيرو، لو بي 3 بواحد يبقى في 3 بقيمه في اوف 1 او في ريفرنس، ماشي؟ يبقى اذا في نوت 3 بتساوي ناقص 3 ار الجين بقى بتاع الانتقال على 2 ار، ده كده الجيم في الجهد بتاع النقطة دي اللي هو بيساوي كام؟ تلت بي 3. لا كنت بي 3 على طول. أنا كده ما جبتش الأول بوينت، صح؟ ما لا ده بالنسبة لواحد بس، ده بالنسبة لواحد. طيب بعد كده هنشيل طبعا أربع أر وثلاثة مع ثلاثة. هيتفضل إيه؟ استنى بي 3 على طول. ناقص هتبقى خلاص هتبقى ناقص نص. لو ايه تاني معلش؟ بس ساعتها تاخدوا بالكم من حاجه كمان سيميليشن بتقول ايه؟ بتقول لو الانبوت بتاعي لو الامبليفاير ده نون انفرت، مش كده؟ تمام؟ ممكن ندخل على البوست، بس في الحاله دي الجيل بتاعي معادلته هتختلف، بس اخد بالي من ده. تمام؟ يبقى الجيل بتاعي هيبقى 1 زائد ار 2 على ار 1، حيث ار 2 هي دي فيدباك. طيب فدي كده العلاقه الاوتبوت بالنسبه لايه؟ بالنسبه لفي 3. لو جينا نشوف الانبوت الثاني ايه تاثيره معايا؟ ممكن يكفي ان احنا نجيب النود دي، اول ما جبنا النود دي دلاله الانبوت خلاص التكملة ان انا هضرب في ناقص 3 ار على 2 او بضرب في ناقص 1 ونص، يعني هنجيب في 3 بتتكلم في 2. لا يعني
هنشوف بقى بي 2 بالنسبه لبي 2 الانبوت ايه تاثيره عندي في النود دي. واول ما وصلت للنود دي في اوت علاقتها بالنود دي هي علاقه ايه؟ ناقص 3 ار على 2 ار. تمام؟ هنشوف كده بي 2 بالنسبه لبي 2 تعالى نرسمها كده مع بعض. ادي بي 2 اكس يبقى عندي طبعا 2 ار لان باور مش كده؟ بعد كده من ناحية الشمال في مقاومات مقدارها كام؟ ها؟ من ناحية الشمال كده مقاومات مقدارها 2 ار بالجراوند مش كده؟ طيب دي المقاومات من الناحية ودي المقاومة اللي احنا داخلين عليها. في لسه عندي برانش في السكة اللي هو مين؟ ار و2 ار و2 ار ده ساعتها هيبقى جراوند هو كمان صح؟ مش احنا بنحسب كله بنحط كله جراوند لما بنيجي نشوف واحد فاهم؟ بي 3 ده كمان هيبقى جراوند والنقطة دي تعتبر جراوند يبقى الاثنين دول مع بعض قلنا ايه؟ ار وفي ار هنا يبقى اكن في عندي 2 ار للجراوند من الناحية التانية. يعني نلخص القصة ان عندي هنا ايه؟ الجهد هنا يبقى كام؟ طبعا الاثنين دول مع بعض هيدوني ايه؟ ار. يبقى الجهد ده هو تلت ها؟ تلت بي 2 تلت بي 2 تمام؟ النقطة دي اللي هي ايه بقى؟ اللي احنا بنتكلم عنها هي دي. خدوا بالك النقطة دي هي دي صح؟ دي هتبقى تلت بي 2 زي بالظبط لما قلنا بي 3 لقينا دي تلت بي 3 النقطة دي هي دي. المرة دي النوت دي هي تلت بي 3 تلت بي 2 اسف. طيب تلت بي 2 يبقى كل نوت كل نوت لو عملنا بالمثل بقى هنلاقي ان كل نوت الجهد اللي هنا بيجي تلتها تلتها ايه؟ قصاده. جهد النقطة دي بيجي تلتها قصاده. ما نسمعش يعني الحتة بتاعت الأرض دي عشان احنا ليه؟ بص دلوقتي المقاومة دي بي 2 اهي تمام؟ ادي بي 2 وادي المقاومه دي تمام؟ وبعدين في مقاومات على الشمال تعادل 2 ار وفي مقاومات على اليمين تعادل برضه 2 ار. ليه؟ لان هنا وهنا جراوند وهنا جراوند الاثنين دول ار مع ار يبقى 2 ار كمان ف 2 ار توازي مع 2 ار يدي ار يبقى هنا تلت بي 2 تمام؟ ده جهد بتاع النقطه دي. طيب علشان نشوف بقى الجيم بتاعي يبقى لازم احسب النقطه دي قوي صح؟ اللي احنا قلنا عليه مش هتبقى ثابته من المره لا الاثنين دول مع بعض عاملين كام؟ عاملين ار صح؟ يبقى جهد النقطه دي بالنسبه لدي كام؟ النص صح؟ يبقى اذا جهد النقطه دي اللي بيدخل على الاوف ام نص هيبقى في الحاله دي بيساوي كام؟ نص في 3 نص 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 القيمه دي نص القيمه دي يعني انا اللي داخل عندي في الاوب اب يبقى في اخر في اوت في اوت 2 نتيجه تاثير ب 2 بيساوي كام؟ ناقص 3 على 2 تمام؟ اللي هي ناقص 3 ار على 2 ار في جهد النقطه دي، جهد النقطه دي هو نص ده في نص يساوي ناقص في 2 على 4. ما هو في الاخر انا عايز اجيب دي اوت. دي اوت هنقول بتساوي دي اوت نتيجه تاثير الانبوت الاولاني دي اوت 3 زائد دي اوت 2 زائد دي اوت 1 بعد كده سوبر بوزيشن. بتساوي كل دلاله التايم دي خلي الاخيره بقى بتساوي دي اوت وزيرو تمام. يبقى الجهد النهائي اللي هو الفي اوت بيساوي الفي اوت نتيجه كل انبوت من دول. هي القصه كلها في ان قيم المقاومات اللي هي 2 ار وار بتدي توازي ومره بارل ومره سيريز بحيث ان في النهايه لما تيجي تبص من اي منطقه تبص
تلاقي ايه؟ بالنسبة لكل نود هتبص تلاقي من على اليمين هتشوف 2 ار، من على الشمال هتشوف 2 ار. والناحيتين بينتهوا بالجراوند، يبقى كلهم في النهاية بينتهوا بايه؟ بار. فعلشان كده جهد النقطة دي اللي هي قصاد الانبوت بتاعك بيبقى التلت. بس في حاجة ان التلت دي تأثيرها هنا بينزل النص، وعلى ما تروح الناحية التانية بتنزل النص كمان. تمام؟ يبقى طول ما انت ماشي كده عشان كده ده الليست. لان ده الجهد هنا بيتضرب في تلت يطلع فوق، وبعد كده بيتضرب في نص، في نص تاني، في نص تاني، يبقى بيتضرب في واحد على اتنين نص ان. تمام؟ فده اقل جين بيبقى عندي. تمام؟ ولكن بالنسبه لنص سيجنفكت بنت هي على طول ده تلت في وبيتضرب في الجين يطلع اوت. فده اقرب واحد للبوشن في الفاير، فبيبقى هو اعلى جين، فهو ده النص سيجنفكت بنت. خلاص؟ يبقى احنا شفنا مع بعض طريقتين للار تو ار. داك ديجيتال تاور كونفرتر، وحللنا كل طريقه. حضرتك قلت الفي 3 بتبقى كام في الاخر اللي هيحصل لها امبليفيكيشن؟ لا الفي اوت؟ لا اللي في الانبوت بقى دي هتبقى في 3 صح؟ اللي هنا النقطة دي؟ اه جهد النقطة دي؟ لا هي في 3 مسمى للجهد اللي جاي في النقطة دي. ده في 3 وده اللي بقصد بيه في 2 وده في 1 ده في نقطة. طيب هو بص يعني الفولت اللي هيبقى داخل على الـ على الانفرتنج النقطة دي اه تمام، ده هيبقى ده هيبقى تلت، ده هيبقى تلت في سي، بس بشرط ان بقى يبقى جراوند. انت شغال سوبر بوزيشن، ولو قفلت الباقي جراوند ودخلت هنا فولت في 2 هتلاقي هنا تلت في 2. تمام؟ طيب هيبقى كام في ريفرنس؟ يعني اصل انا شايف طريقه الكتابه تبقى اسهل عشان كده في لخبطه شويه. موضوع التلت هو على طول بياخد الاثنين ار والاثنين ار بارلل ويعملها ار بحيث ان كل فولت يساوي نص الفولت اللي قبله، وافضل ماشي كده لحد ما اوصل لفي ريفرنس عشان اطلع في الاخر القانون بتاع ان مثلا في 3 بتساوي 1 على 16 من في ريفرنس. هل انا لازم امشي كده ولا ممكن امشي بالطريقه دي؟ ده وده اللي رايح. هي الفكره كلها زي ما قلت لكم ان ايه كل جهد بيوصل هنا التلت، عشان كده هو في الاخر واخد العلاقه 3 حاطط 3 ار هنا عشان ال 3 تروح مع ال 3 عشان ال 3 تروح مع ال 3. ها؟ مش هنا عشان حضرتك عكست الوضع، يعني الوضع اللي فوق من ده. ايوه ما دي طريقه ودي طريقه، يعني دي دايره ودي دايره، الاثنين امبلمنتيشن للار تو ار. ميزه الدايره دي ايه عن الثانيه؟ ميزه الدايره دي انت ممكن تدخل انبوت هنا مباشره على النتورك، يعني ممكن تجيب مثلا زي ما قلنا مسجل تمام واخد باينري فاليو او كاونتر مثلا وطلع باينري فاليوز، باينري فاليوز دي تدخلها على طول على النتورك كده. لكن الكونفجريشن الاولاني اللي اتكلمنا عنه كان عيبه ان لازم تستخدم سويتشنج اليمنتس ترانزستورز مثلا او كده تمام، لان انت كان عندك سويتشز والسويتشز دي يا اما بتوصلها بالجراوند يا اما بتوصلها على الانبوت بتاع الريفرش تمام؟ انا قصدي ان الطريقه اللي فاتت مع المساله دي والطريقه دي مع الشكل ده صح؟ ايوه طبعا. كل تحليل يعني انا وريتكم 2 فيرجن، 2 فيرجنز من الدايره، ده فيرجن وده فيرجن، والاثنين ليهم ايه الدرايفيشن بتاعهم مختلف، يعني علاقه الاوتبوت بالانبوت في الرسمه دي غير الرسمه اللي فاتت طبعا. لا لا براحتكم، خدوا اسلكوا وحللوا عليه واشتغلوا عليه. ادام قال ار تو ار لادر، هي دي ار تو ار لادر، والثانيه برضه ار تو ار لادر، بس دي كونفجريشن ودي كونفجريشن تمام. الاوتبوت بتاعي زيرو 10 فولت، ده الرينج بتاع الاوتبوت. طيب what will be the resolution؟ أول حاجة أقول لك إيه هي الريزوليوشن؟ سوي كده. الريزوليوشن دايماً بيساوي 1 على 2 زبار إيه؟ حيث إن ده عدد البت، تمام؟ عدد البت بتاعي، فأنا عندي هنا 8 بت هي دي إيه؟ الـ N.
تساوي 1 على 2 أس 8 أو 1 على 256. يبقى ده الريزوليوشن بتاعي. تمام؟ اللي هو بيعبر عن إيه؟ الريزوليوشن اللي هو أقل ستيب موجودة عندي في عملية الكونفرجن. يعني الفرق بين القيمة والمرافق. تمام؟ في التحويل. كأنالوج فاليو. فده الريزوليوشن. في تعريف تاني الريزوليوشن بالبرسنتج. بيعرفه بالبرسنتج عن طريق ان هو بيقسم ايه؟ بيقول 1 على 2 اس ان ناقص 1 في 100%. هو انهي الافضل بالنسبه للريزوليوشن؟ ان تبقى كبيره ولا قليله؟ لا، كل ما الريزوليوشن كانت انت عندك هنا التقسيم طبعا كل ما عدد البيتس زاد كل ما الريزوليوشن بتاعك اتحسن لان الستبس قلت. يعني الريزوليوشن هي الفرق بين القيمه واللي وراها. يعني مثلا لو انت حاطط 0000 يديك 0 فولت اوت. لو حاطط 0001 هديك ايه؟ 0.1 فولت. لو انت البيتس بتاعتك كتير مثلا 8 بت او 16 بت 0000001 الاخر الليست بس اللي اتغير. بص تلاقي الخارج بتاعك طلع ايه؟ مش 0.1 بقى 0.01. تمام؟ فالمسافه الصغيره دي هي دي الريزوليوشن. فطبعا كل ما عدد البيتس زاد كل ما انت بتقطع الرينج بتاعك لايه؟ ستيبس صغيره. طبعا ده افضل لانه بيخلي الاوتبوت بتاعي اقرب ما يمكن من القيمه قبل التحويل. لان طبعا ممكن القيمه اصلا بتاعتي ممكن تبقى عباره عن اشاره صوت مثلا او ساين ويف او وات ايفر. تمام؟ انالوج سيجنال بيور انالوج تدخل على اي تو دي كونفرتر فتحول لديجيتال. مفيش شك ان بعد كده ممكن احتاج اني احولها تاني. فلما احولها تاني لو الريزولوشن بتاعي كويس دقه عاليه والستبس صغيره ممكن ايه الخارج بتاعي يبقى اقرب ما يمكن للانالوج سيجنال ده. لكن لو بقسم بليفلز كبيره صفات كبيره هيبقى السيجنال في النهايه مشوهه. يعني مثلا احنا عندنا لو قلنا عشان ناخد بالنا من القصه دي لو قلنا احنا هنشتغل ب 4 بت بس. تمام؟ ف 4 بت يبقى عندي كام ليفل؟ 2.4 16 ليفل مش كده؟ يبقى لو عندي سيجنال كده في المنظر ده وانا الليفل بتاع ده اقصى حاجه عندي مثلا ابص الاقي ده المكافئ ل 1111. بعد كده هتلاقي هنا طبعا في تحت 0000 الليفلز بقى بتاعتي هتبقى ايه؟ اهي 0001 10 0001 وهكذا. فتلاقي ايه؟ ليفلز كده بالمنظر. لما تيجي تعمل عمليه التحويل كل نقطه هيجي بزمن معين هيقربها لاقرب ايه؟ فاليو دي. فانت الريزوليوشن بتاعك الستبس الصغيره دي زي المسافات دي. تمام؟ لو انت مقلب بقى على نفس الرينج ده شغال ب مثلا ايه 2 بت بس يبقى عندك كام ليفل؟ يبقى عندك 4 ليفل. هتبص تلاقي ان السيجنال بتاعتك انت بتقسمها بايه؟ بتقسمها واحد اثنين ثلاثة أربعة هي زيرو على طول. زيرو 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 1 1 زيرو 1 1. طبعا السيجنال دي هتبقى مشوهة جدا. ليه؟ لأن في النهاية لما أجي أحولها دي هتتحول لإيه؟ لزيرو. ودي هتتحول ودي هتتحول لإيه؟ تقرب لفوق. ودي هتتقرب إيه؟ لل 1 بالمنظر ده. هتبقى إيه؟ السلم ده هيبان التدريج ده عشان الستبس بتاعتي كبيره. لكن هنا ممكن يبقى ايه؟ السلم بتاعي صغير. يبقى السيجنال ما فيهاش تعرجات كتير. كل ما الريزوليوشن عالي كل ما انا عملت كوانتيزيشن كويس والكوانتيزيشن ايرور بتاعي اقل والسيجنال في النهايه لما اجي ارجع احولها من ارجعها لاصلها كانالوج سيجنال تطلع معايا صوره طبق الاصل من الايه. طيب يقول derives the relation between
Also, if the input was the binary equivalent of 50, what will be the output of the data? يعني لو ندخل قيمة تناظر رقم 50 بالديسيمال. تمام؟ فطبعا رقم 50 بالديسيمال محتاجين نحوله ايه؟ لباينري فاليو. هل ده طبعا لو عايزين ندخله ونحلل ايه؟ بالمعادلة حسب النوع الداك وكده. ولكن بالنسبة لنا هنا يكفي ان انا استخدم الايه؟ العلاقة بتاعت التقسيم. العلاقة دي انا عندي اعلى قيمة تناظر ايه؟ تناظر الماكسيموم بتاعي. يعني انا في الحاله دي الرينج بتاعي من 0 ل 10. يعني ده هيبقى 0 فولت واقصى حاجه هنا هتبقى 10 فولت. بقسم عليهم بقى الرينجز بتاعتي كلها. يبقى انا عندي الاستيب الواحده بتساوي كام؟ حسب بقى عدد البيتس مش كده؟ فانا هنا هقسم الرينج ده كله لمثلا تعالى ناخد المثال البسيط ده الاول عشان نشوف القصه ماشيه ازاي. لو انا عندي ده ينزل 10 فولت وده ينزل 0 يبقى الستيب الواحده قد ايه؟ 2.5. لا بص ما هو ده علشان كده انا قلت نشتغل على المثال ده الاول. انا عندي كام ليفل؟ 4. ولكن عندي كام مسافه؟ او كام ستيب؟ 3 بس. بيبقى ماينس 1. بيبقى دايما 2 تو ذا بار ماينس 1 عشان انا بركز على ايه؟ الجابس دي. فانا عندي كام مسافه هنا؟ ادي واحده 2 3. المفروض المسافات دي تبقى قد بعضها. تمام؟ فيبقى انا اصلا ده لو 2 بت يبقى عندي 3. طب لو ان بت يبقى 2 تو ذا بار ان ماينس 1. تمام؟ يبقى ده الستيب بتاعي. بعد كده بطرف في الفاليو اللي داخل. تمام؟ يعني انا لو عندي لو مدخل هنا زيرو خلاص يبقى يطلع لي زيرو فولت. لو مدخل هنا احنا حسبناها ولا لا الاول؟ لو قلنا خليها عشان تبقى اسهل خليها 9 فولت. ماشي؟ 9 فولت و2 بتس. يبقى كل واحده من دول ب 3 فولت مش كده؟ يبقى هنا 3 فولت والرينج ده اللي هو 6 فولت ودي 9 فولت. تمام؟ فيبقى عندي يبقى الرينج الاول يبقى الاقصى قيمه عندي اللي هي 9 فولت بقسمها على 2 اس 2 ناقص 1 اللي هي 3 يبقى بتساوي ايه؟ 3. دي كده الستيب او الريزوليوشن. تمام؟ هي ده الستيب او الريزوليوشن. بعد كده لو دخلت بقى اي قيمه انت عايزها اضرب في الستيب. تمام؟ يعني دخلت 0 طلع 0 في اي حاجه هتديك 0. لو دخلت 1 اللي هي 0 1 تديك كام؟ 0 1 في 3 ب 3 يعني 3 فولت. لو دخلت 1 0 اللي هي 2 او رقم او اللي يكفي 2 يبقى 2 في 3 ب 6. لو دخلت 3 3 في 3 ب 9 وهكذا. ده اللي هنعمله هنا. كده انا بحسب الستيب قد ايه؟ بشوف الستيب قد ايه؟ وبعد كده اضرب في الـ بدل ما احط لكم المعادله ونعوض وخلاص تبقى رياضه وخلاص. تبقوا فاهمين جايه منين؟ يبقى هناخد مع بعض كده. يبقى هو قال لك ايه؟ 50 صح؟ لو الانبوت بتاعي 50 اهو. Also if the input was the binary equivalent of 50, what will be the output of the data؟ يبقى هنا بالنسبة لي الستيب بتساوي كام؟ 10 على 2 أس 8 ناقص 1. أيوه بالظبط. اللي هي 10 على 255 كده؟ 256 255 بالماينس 1 يعني. أيوه. يبقى الستيب بتساوي 10 على 2 أس 8 ناقص 1. تساوي 10 على 256 ناقص 1 يعني تساوي 10 على 255. دي كده الستيب. لو انا عايز بقى فور فاينالي فاليو فاينالي انبوت ايكويفلنت تو 50 يبقى الفي اوت بيساوي كام؟ في ايه؟ 50 يعني بتساوي 500 على 255. تمام؟ يبقى كده وضحت العلاقه. يبقى عامة
ثابت. الفي فول سكيل، فول سكيل هي اعلى اعلى فولت عندي، فول سكيل اللي انت جبت الماكسيمم. الفي فول سكيل عدد 2 اس ان اللي هو عدد البيتس ناقص 1 في ال الباينري فاليو بتاعت الانبوت بقى اللي هي نقدر نقول ايه؟ ففكرة ان
انا كنت بشتغل كونفرتر في ايه؟ تعال نشوف مثال بسيط باربعه بيتس. لو انا عندي المره دي عندي انالوج انبوت تمام؟ يبقى في في ريفرنس بالمنظر ده، بحط مجموعه مقاومات وبدخل الانبوت بتاعي بقارن الانبوت بايه؟ لا خلينا ايه اول ما نعلى عن البنش يبقى في عندي ثريشولد ليفلز مختلفة اللي هي تنظم الستبس اللي احنا حكينا عنها من شويه تمام؟ فالقيم المختلفه دي مجرد ما اتجاوزها هيبدا يطلع لي ايه؟ يطلع لي فرق في الكومباريتور. فبيتعلي اكتر من كومباريتور. فالكومباريتور بتاعي بيبقى نيجاتيف بالنسبه للريفرنس والانبوت بتاعي بوزيتيف. عشان اول ما يعلى عنه يقوم ايه مدي هاي اوت. يبقى ده ادي كومباريتور. وهكذا نفس الكلام. برضه بحتاج كومباريتور علشان يقارن الانبوت فولتج بايه؟ بالقيمه دي. نقول القيم دي دلوقتي كل القوه الثانيه لازم نحط احنا بنقسم هنكمل الرسمه دلوقتي بس عايز اشوف احنا عندنا اللي انا هرسمه ده دلوقتي على اربع بيت انا اللي كنت بشتغل كومباريتور ماشي؟ فأربعة بيتس يبقى أنا عندي كام كومباريتور؟ لا يبقى أنا ثواني الأسهل إحنا دلوقتي كل ليفل بيبقى ليه كومباريتور. يعني أنا مثلا لو شغال اتنين بيتس يبقى محتاج أربعة كومباريتور عشان الرسمة تبقى سهلة فهنقول اتنين بيت اي دي سي. فاتنين بيت يبقى محتاج كام ليفل؟ قلنا أربعة يبقى محتاج أربعة كومباريتورز ماشي؟ يبقى أدي أربعة كومباريتورز في المنظر كده ثالث والإنبوت لا خلاص الإنبوت مش هيطلع حاجة تاني تحت ده آخر كومباريتور عندي تمام؟ وبقسم أنا عندي كده كام مقاوم؟ لما نيجي نبص على الرسمة دي هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان قيمة الجهد هنا كام؟ هتقسم على عدد المقاومات مش كده؟ يبقى عندك ادي ثانية واحدة اتأكد من حاجة بس ده سوبي مش ازاي؟ لا ده 2 بيتس بس 2 بت لان انا في الاخر بدخل على انكودر في الاخر بدخل على انكودر تمام فانا عندي قيم المقاومات الاولانيه دي في ريفرنس مباشره لان هو ده اعلى ليفل عندي وبعد كده مقاومات لحد الاخر فسوري فهنا مفيش مقاومه هنا داخل مباشره في ريفرنس بحيث ان عدد المقاومات في الاخر يبقى ادي 1 2 3 4 يبقى عندك اربع مقاومات بعدد برضه الكومباريتور تمام؟ يبقى قيمه الجهد هنا هيبقى المقاومات دي كلها قد بعض هيديك هنا ربع الفي ريفرنس صح؟ وهنا هيدي نص الفي ريفرنس وهنا تلات ارباع في ريفرنس وهنا في ريفرنس مباشرة أربعة أربعة خلاص؟ ما هي القصة كلها إيه؟ انسوا الكونفرتورز دلوقتي أنا ماسك الفي ريفرنس وظيفة المقاومات المتساوية دي إن هي تقسم لي الرينج من الجراوند للفي ريفرنس أو الرينج بتاعي الكامل اللي هو من شوية كنا بنقول من زيرو من 0 ل 10 ممكن دي تبقى 10 فولت تمام؟ وده الزيرو جراوند بقسم بقى الليفلز اللي هي الستبس اتكلمنا عنها من شويه. فعشان اقسم الستبس دي صح يبقى بقسمها بايه؟ مقاومات متساويه.
بالمنظر ده، بحيث ان الجهود بتاعتي يبقى فيه ستيبس متساوية، بحيث هنا يبقى ربع في ريفرنس، هنا نص، هنا تلات ارباع، وهكذا. طبعا لو شغالين ل 8 بيتس مثلا، يبقى عندي كم مقاومة؟ 256. طب ليه بقت 3 على 4 دي ريفرنس؟ هنا 2 بيت، فعندي 4 مقاومات. ليه بقت 3 على 4 دي ريفرنس؟ ما نفس القصة، ما تقسيم مقاومة فولتج ديفايدرز. زي المسألة. أنا عندي قيمة الكرنت اللي بيمر في المقاومات دي كلها كام؟ دي ريفرنس على 4. ها؟ أي بتساوي؟ في ريفرنس. في ريفرنس على 4. 4. عامة بقى الأربعة دي أصلا جت منين؟ أنا بقول 2 تو ذا بار 2 تو ذا بار 2. لو عندي N بيتس هيبقى 2 تو ذا بار N، لو عندي 8 يبقى 2 أس 8، يبقى عندي 256 مقاومة. تمام؟ لما أقسم على 4 R خلاص، لما أجي أضرب بقى عايز أجيب الجولد ده يبقى أضرب في R، عايز اجيب الجول ده اضرب في 2 ار، اضرب في 3 ار، ابص الاقي دايما عندي ربع، ربع كبير والار بتروح مع الار، ماشي؟ فكده عندي النقط دي نقط ثابته بقارن بيها، خلاص؟ اجي بقى احول، لما اجي احول قيمه بحولها ازاي؟ انا عندي ادي الانبوت مثلا زي ما بسميها من شويه، ده الانبوت فولتج، وعندي قيمه كده مثلا، والليفلز بتاعتي واحد، يبقى ده الربع والنص، اسف ربع والنص، وايه؟ والثلاث ارباع والاربعه، دي الليفلز بتاعت الواحد، يبقى ده كله مضروب في ايه؟ في في ريفرنس، فالسكيل هنا بتاع الفي ريفرنس، خليها تعلى شويه كده، باخد لما اجي اقسم بقى واشوف دي انالوج سيجنال انالوج، لما اجي احولها لديجيتال احولها ازاي؟ كل القيم دي تترجم عندي ان هي ايه؟ ان هي زيرو، هتترجم ان هي 0 0. اول ما الانالوج فاليو تعلى عن الثريشولد ده هيعتبرها 0 1، اول ما تعلى عن النص هيعتبرها 1 0، اول ما تعلى على الثلاث ارباع هيعتبرها 1 1، وهكذا. تمام؟ طيب الخد بقى بتاع الكومبارتورز، يعني مثلا لو قلنا الجهد بتاعي ما بين النص والتلات ارباع هنا، لما اجي احولها كديجيتال فاليو احولها ازاي؟ هبص الاقي الخارج بتاع الكومبارتورز اللي بيقارن بالربع مطلع واحد، صح؟ والكومبارتور اللي بيقارن بالنص هو كمان مطلع واحد، لان الانبوت بتاعي اعلى من النص واعلى من الربع، تمام؟ لكن بالنسبه للتلات ارباع لا، مطلع زيرو، وهنا برضه مطلع زيرو. يبقى اذا الاوتبوت بتاعي ده محتاجين ان احنا نترجمه لايه؟ من 1100 محتاجين نترجمه لايه؟ لل 10. اللي بيعمل القصه دي انكودر، برايورتي انكودر. دخل قيمه دي على حاجه اسمها برايورتي انكودر. هيبقى قيمته هيبقى توصيفه ايه؟ عدد الانبوتس عدد الاوتبوتس، عدد الانبوتس بتاعتي اللي هي كام؟ 4. عدد الاوتبوتس هيبقى 2، يبقى 4 في 2 برايورتي انكود. يبقى دي الديجيتال فاليو كمان. تمام؟ ديجيتال اوت. فكرة الانكودر ان هو بيشوف اعلى قيمة اعلى اكتر كومباريتور مطلع 1 كام، وبناء عليه بيظبط الاوتبوت. بيشوف اعلى كومباريتور، يعني ده اقل كومباريتور، ده اقل واحد، وده اللي وراه وهكذا. بيشوف اعلى كومباريتور
اللي واحد والباقي اصفار، يا اما الاثنين دول واحد دول اصفار، يا اما الثلاثه دول واحد ودول اصفار، يا اما كلهم واحد. يعني دايما ماشيه ايه؟ تصاعدي كده. يعني ما ينفعش الكومبارتور ده يدي 1 ويكون ده 0، صح؟ لان السيجنال لو قلنا ان الكومبارتور ده قال ان الانبوت اعلى من النص يبقى اكيد اعلى من الربع برضه. فالانبوت بتاعي بيبقى ايه لو رسمناها ك خدته في المحاضره الجزئيه دي؟ خدته التروث تيبل بتاعها؟ تمام. فايه يبقى انا حسب الانبوت بحدد الاوتبوت بتاعي هيبقى 0001 1011 حسب اخر كومباريتور عمل طلع اوتبوت بورد. طب انا اقدر احصل على الديجيتال فاليو ايكوفلنت للانالوج فاليو. انا اقدر ازاي اطلع 1 0 طالما هو هنا 1 يبقى لازم هنا يبقى 1. ازاي اطلع 1 0 بقى ازاي؟ هو التروث تيبل بتاع البيرج كومبارتور. تاتش الفي ريفرنس، يعني الانبوت بتاعي مش هيوصل لفي ريفرنس، لان انا اصلا مقسم الرينج بتاعي من صفر لفي ريفرنس اهو، لان الجراوند اهو وادي الفي ريفرنس، مقسم الرينج بالمقاومات دي في الرينج ده. فبعد كده بقارن الانبوت بتاعي بكل ليفل من دول، بشوف هل انا عديت الربع؟ هل عديت النص؟ هل عديت الثلاث ارباع؟ فاخر كومباريتور هيديني 1 يبقى معناها ان ايه؟ هي دي الفاليو المفروض اطلعها. فلما نيجي نبص على الانكودر ما هوريكم دلوقتي هي هتبان اول ما ايه؟ اول ما نرسم التروث تيبل بتاع الانكودر ده. البرايورتي انكودر تعالى نقول الانكودر بتاعي اللي هو عباره عن ايه؟ مثلا ده خليه اي 0 اي 1 اي 2 اي 3 والاوتبوت هنا اللي هو دي 0 ودي 1 اوكي؟ دي 0 ودي 1 ماشي. ادي البرايورتي انكودر هنقول ادي اي 0 اي 1 اي 2 اي 3 الاوتبوت ده دي 0 دي 1. التروث تيبل ماشي كالاتي ماشي كالاتي. لو انت عندك اي نود ده 1 والباقي بصفار يبقى معناها ان انت هتطلع 0 0. لو عندك اي نود 1 واي 1 1 يبقى هتطلع ايه؟ 0 1. لو عندك اي نود 1 اي 1 1 اي 2 1 يبقى هتطلع ايه؟ 1 0. خلاص كده؟ جاب منين؟ جاب منين الكلام ده؟ لما افترض ان عندي انا لو انبوت سيجنال جايه بالمنظر ده فما اجي افرض مثلا انا بتكلم عن جهد النقطه دي يبقى مين الكومباريتورز اللي هتشتغل معايا وتطلع 1؟ الكومباريتور الاولاني تحت خالص بتاع الروح صح؟ اه بس يبقى ساعتها هيديني ايه؟ يديني 1 ده يديني 1 ده يديني 1 اسف هيبقى اعلى من الزيرو بس يبقى ده اللي هيدي 1 يبقى في الحاله دي هيطلع 0 0. لو فرضنا مثلا كل دول طلعوا بحاجه 1 1 1 يبقى انا بتكلم عن فاليو مثلا وليكن ايه؟ دي فاليو يبقى ساعتها هطلع قيمه كام؟ 1 1 1 1 0 لو انا الانبوت بتاعي زاد بقى عن الفي ريفرنس نفسها تمام؟ لو زاد عن البي ريفرنس ولقيت حاجه جت هنا يبقى في الحاله دي الاقي كل دول واحد كل الكومباريتورز ادت وصل لان الانبوت اعلى من البي ريفرنس واعلى من ثلاث ارباع البي ريفرنس واعلى من نص واعلى من ربع البي ريفرنس تمام؟ فكل ده مدي واحد فلما الاقي كل مدي واحد يبقى الاوتبوت بتاعي يبقى ايه؟ 1 اللي هي اعلى قيمه عندي في الاوتبوت. لا لا اخر كومباريتور عندي بيتكلم مع البي ريفرنس تمام؟ اول ما يعلى عن البي ريفرنس هيدي اقصى حاجه هي 1 تمام؟ وبرده نفس الكلام لو انا اقل من الزيرو يبقى هيدي زيرو اقل من الربع اسف اقل من الربع هيترجمها ان هي ايه؟
ثانية واحدة. هنا أقل من الربع أصلاً. أقل من الربع مش هتأثر معايا، هيبقى كل صفار. هيبقى كل صفار. لكن لو أعلى من الربع هيترجمها إن هي الديجيتال اوت اللي هتحكي المره الجايه ان شاء الله.